يمكن أكبر خوف عند أي حد مر بتجربة السرطان هو أنه المرض يرجع مرة تانية. ففي تجربة طبية جديدة واخدة مساحة كبيرة جدا من الاهتمام، وهي أن بريطانيا شهدت إعطاء أول لقاح شخصي للسرطان. اللقاح ده بيقدر يساعد على منع عودة المرض مرة تانية بعد الجراحة أو بعد استئصاله. المعلومات اللي توفرت عن القصة بتقول أن اللقاح بيعتبر شكل من أشكال العلاج المناعي، تم ابتكاره علشان يحفز جهاز المناعة في الجسم عشان يحدد موقع الخلايا السرطانية وكمان يكافحها يا شاذلي. ومن هنا كمان يا بسنت يقدر ان هو يقلل من فرص رجوع المرض الخبيث مره ثانيه. عشان نعرف تفاصيل اكتر عن هذه التجربه المهمه ونعرف تفاصيل عنها من الدكتور محمد عبد الله، استاذ ورئيس قسم علاج الاورام بكليه الطب قصر العيني جامعه القاهره، الموجود معانا دلوقتي عبر زوم. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا بسنت، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. يا اهلا بحضرتك، يعني حاجه مبشره، لكن عايزين نعرف من حضرتك ايه هو المفهوم العلمي للقاح مكافح لمرض السرطان؟ هو بداية الجهاز المناعي هو حارس شخصي ربنا سبحانه وتعالى خلقه في أجسامنا جميعا بغرض الوقاية من أي مرض. المرض ده ممكن يكون عدوى وممكن يكون منشأه من داخل جسم البني آدم. الأورام بصفة عامة هي خلايا طالعة فعلا من جسم الإنسان، ولكن هي تحتوي على صبغة وراثية مختلفة. الخريطة الجينية للخلايا الورمية مختلفة تماما عن الخلايا الطبيعية، وبالتالي الجسم او الجهاز المناعي بينجح في التعرف عليها ويقدر لو كانت كفاءه اداؤه جيده او بيعمل بصوره طبيعيه ان هو يقتل الخلايا بعد ما يتعرف عليها. القصه ديت مش قصه جديده، هي قصه قديمه جدا يمكن من ما قبل الميلاد، انه بعض المؤرخين الاغريق القدماء اشاروا في المدونات بتاعتهم انه المرضى اللي كان بيتم شفائهم من مرض الطاعون كان بمقدورهم علاج المرضى الفعليين بدون ان يصابوا مره اخرى. ومن هنا بدات العلاقه او بدا ما يطلق عليه الجهاز المناعي. الجهاز المناعي او العلاج المناعي ايضا هو ليس بتقنيه جديده، ولكن تقنيه قد تكون قديمه الى حد ما، انه في علاج مناعي كتير جدا كان بينشا لعلاج السرطان من اول سرطانات الجلد الى ما شابه. يمكن البدايه ان احنا ابتدينا يبقى في فوكس اكتر او تركيز اكتر لو رجعنا في 2015، كان اول اعلان عن العلاج المناعي في شفاء الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر من ورم سرطاني بالجلد منتشر بالمخ وباقي الاعضاء، وتم شفائه في هذا الوقت ولا زال وعاش بعدها سنين طويله بالرغم ان هو كان متقدم في السن. العلاج المناعي او اللقاح المناعي هو برضه مش فكره جديده. هي بمنتهى البساطه ان انا بحفز الجسم على مهاجمه المرض السرطاني في صوره المختلفه. في لقاحات فعلا مجازه ويتم استخدامها زي اللقاح المستخدم للوقاية من سرطان عنق الرحم في السيدات. ده مش حاجة جديدة، دي حاجة بقالها فترة. طيب وكل يوم. اتفضلي يا فندم. طيب يا دكتور، احنا خلينا نبتدي بس من البداية كده خالص. احنا مفهومنا عن اللقاحات هي بتبقى جزء صغير من المرض او الفيروس او وات ايفر هو ايه، بدخله في جسم الانسان عشان احفز المناعه ان هي تشتغل على مهاجمته. طيب الخلايا السرطانيه هنا مشكلتها ان هي بتنتشر في الجسم، فهل ده التكنيك اللي بيتم في اخذ هذا اللقاح؟ هو احنا يا فندم الاميون سيناريو او القصه المناعيه تبدأ بالتعرف على الخلية المريضة. الخلية المريضة زي ما قلنا إنه الصبغة الوراثية أو الجينية بتاعتها مختلفة عن جسم الإنسان. خلايا الجهاز المناعي الفعالة عندما تتعرف على وجود خلية غريبة في الجسم تبدأ في التعامل معها عن طريق محاولة قتلها مباشرة أو عن طريق تكوين أجسام مضادة تذهب للقضاء على هذه الخلايا. وبالتالي لو احنا مثلا تخيلنا طفل صغير بياخد تطعيماته ضد ميكروبات معينه زي شلل الاطفال، زي الحصبه وما شابه. تنفيذ نفس الفكره في السرطان متاح، ولكن مع الاخذ في الاعتبار ان السرطان
عضو متغير، انا بقول عليه عضو جديد ظهر في جسم الانسان. نتيجه ان هو متغير فالاي دي او بطاقه التعارف بتاعته اللي بتمكن الجهاز المناعي من ان هو يتعرف عليه مختلفه جدا، بيقدر يغير من نفسه. عشان كده ممكن نكون فعالين في وقت ثم نفقد الفاعليه نتيجه ان المرض بيغير من شكل. لكن هل وارد مثلا مع الوقت زي ما شفنا مثلا لو هنضرب مثل طبعا مع فرق التشبيه بفيروس كورونا، شفنا لقاحات فعاله مع كل التطورات اللي بتحصل في الفيروس، هل ده وارد انه يحصل بحيث انه يكون اللقاح زيه زي لقاح الانفلونزا مثلا بيتاخد كل سنه وليكن، ويكون فعال ضد كل انواع بالنسبه لهذا المرض السرطان؟ هو محمد، هو في يعني اللقاحات مش ثابته، لانه الخلايا اللي احنا بنهاجمها او المرض مختلف. اللي احنا بنهاجمه هو متغير، وبالتالي توجد زي ما بنقول طبعات حديثه من كل لقاح. لكن ما هو مثبت الان ويستخدم في كل انحاء العالم ومن ضمن وفي مصر موجود، العلاج المناعي للسرطان بيعتمد على تحفيز الخلايا المناعيه واستعادة قدرتها على مهاجمة المرض، لأنه السرطان بطبعه كمرض بيبتدي إن هو يهبط مناعة المريض. طيب دكتور، حضرتك اتكلمت على فعاليته يمكن في سرطانات زي سرطان عنق الرحم لدى السيدات، ايه كمان انواع سرطانات تانية؟ وهل هو كل انواع السرطانات حاليا اصبح هناك توجه للعلاج المناعي وهو مندرج تحت او 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 بيندرج تحت التوجهات العلميه العالميه للعلاج في كل الانواع؟ اورام الرئه، اورام القولون، اورام الثدي. في اورام احنا كنا ما بنقدرش ان احنا نتعامل معاها بصوره فعاله زي اورام الكلى، اصبح النهارده انه في علاجات فعاله جدا للمراحل المتاخره للمرض، وبالتالي اصبح هناك تحسن مضطرد في معدلات المعيشه ونوعيه الحياه. دي من ضمن الحاجات يا فندم اللي بتطمن الناس. احنا ليه دايما بنيجي نركز في كلامنا عن موضوع السرطان ولو في علاج او في لقاح؟ لانه دايما الناس في قلق من السرطان، وطبعا ما فيش شك انه حتى الجلسات بالنسبه للكيماوي والاشعاع وما الى ذلك منهكه للجسد ومتعبه جدا، ومن المعروف ان طبعا السرطان بيؤدي في كتير من الحالات الى الوفاه في النهايه، فعشان كده احنا حابين بس نطمن الناس اكتر. هو بالتأكيد إن كل يوم في جديد، يعني من وقت دخول العلاج المناعي بالغزارة في مجال علاج الأورام، إحنا أصبحنا كل يوم عندنا جديد، والجديد ده بيترجم في النهاية لتحسن في طرق العلاج ونتائجه مع تقليل الأعراض الجانبية للعلاج، لأنه المريض غالباً بيبقى خايف أكتر من وسائل العلاج من المرض نفسه. صحيح. طيب دكتور، عشان اللقاح يطلع ويشوف النور دايما محتاج ان هو يمر بعمليات كتيره قوي من التجارب، من كذا يعني كلينيكال، يعني تجارب كلينيكال كتير. هل النهارده في تقارير اتعملت عن عيوب او مضاعفات ظهرت لهذا اللقاح، وخد وقت قد ايه لغايه ما قدرنا نطلع بهذا اللقاح؟ لا، هو ممكن ان اللي بيتكلموا عليه النهارده ده يكون ابتدى الشغل العلمي او الاكلينيكي او التجارب السريريه عليه من 10 او 15 سنه فاتوا، لكن احنا ما بيبقاش عندنا الصوره كامله غير بعد اجازه هذا العقار للاستخدام في المجال الطبي بصفه عامه وليس للتجارب فقط. ولكن ما هو يمكن ان نطمئن بيه الناس او يعني العموم، وربنا يعني يحفظ الناس كلها، انه فعلا الطفرات اصبحت قويه جدا، التقدم بقى مش يعني سريع لدرجه انه التواكب معاه صعب جدا، ان احنا اصبحنا بنقرا كل يوم عشان نعرف ايه اللي جه وايه اللي نازل وايه اللي حاصل. في الوقت الحاضر اللي احنا فيه ده، في الاسبوع اللي احنا فيه، في اكبر مؤتمر يعني يتطرق لعلاج او تشخيص الاورام بيعقد بالولايات المتحده الامريكيه، وبيشارك فيه اكثر من 40 ألف
طبيب على مستوى العالم واحنا هنا بنكون مشاركين فيه، لو ما حضرناش بنبقى محيطين علما بكل الجديد اللي بيطلع فيه يوميا، لانه العالم كله اصبح قريه صغيره زي ما حضرتك عارفه، اصبحنا نعرف المعلومه في وقتها. في ما يقرب يمكن 3000 او 4000 بحث جديد يتم القائه في هذا المؤتمر. طيب. وده طبعا بيترجم في النهايه الى تقدم مذهل في طرق العلاج، المشاكل اللي بنشوفها مع العلاج، وبالتالي تحسن في معدلات المعيشه، واهم منها تحسن في نوعيه الحياه الكواليتي اوف لايف. لانه احنا كان عندنا يعني مفهوم ثابت انه المريض اللي بيتم علاجه من الاورام السرطانيه غالبا بيجنب من الحياه العامه، بيصبح غير قادر على التفاعل. ده ما بنشوفوش دلوقتي. احنا ممكن حضرتك تبقي قاعده مع شخص، الشخص ده مريض وبيعالج، وحضرتك مش شايفه اي تغير عليه، بالعكس هو بيشتغل وبيتفاعل، ويعني شخص طبيعي تماما. يعني بنتمنى انه هذا اللقاح يعني يكون بالفعل فعال، لانه مرض السرطان هو من الامراض اللي يعني صعبه جدا، وناس كتيره قوي يمكن لما بتعاني منها زي ما كان شاذلي بيقول انه في النهايه بيؤدي الى الوفاه، فناس كتيره قوي بتخاف من هذا المرض. فنتمنى انه ان شاء الله هذا اللقاح يكون فعال. كل الشكر ليك دكتور محمد عبد الله، استاذ ورئيس قسم علاج الاورام بكليه الطب قصر العيني جامعه القاهره، كل الشكر ليك.